سبحان الله العظيم، في بعض الأحيان كنبقى نتذكر أقوال السلف الصالح، أقوال الرجال، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون بشهادة رب العالمين، نحن لا نعلم. فهؤلاء الرجال من قال في حقهم المولى جل جلاله وعم نواله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الرجال رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات. ومن بين هؤلاء الرجال أذكر لكم هذا الرجل المبارك العظيم رضي الله عنه، حب رسول الله، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. قال عن الدنيا، وإحنا كل شيء يتكلم على الدنيا، شعارات غنانة، نغمات متتالية عن الدنيا، عندك بجميع اللهجات وبجميع اللغات وبجميع التعابير عبرنا الحب ديالنا لهذه الدنيا، لكن غلط. كل التعابير صيحة في واد، والله ما كنتي ديب ما تعيش مع هاد الدياب، والله ما غلقتي لا فورتي، والله ما كنتي ولد كذا، لا نعوذ بالله. باختصار شديد، هؤلاء الرجال اللي قالنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. سيدنا علي رضي الله عنه يقول عن الدنيا كلام، كلام واجب على كل مسلم أن يكتبه بماء من ذهب. يا دنيا غري غيري لقد بثتك الثلاثة، بمعنى مشاهد، ونتمنك تكون حبيب مشاهد يا حبيب. هذا البطل وهذا المغوار رضي الله عنه سيدنا علي قال في حق الدنيا، يا دنيا شوفي شي واحد من غيري، أنا طلقتك ثلاثة، طلقتك الثلاث. ومن بعد هذا الراجل هيجي وليداته اللي هما الحسن والحسين رضي الله عنهما، شباب أهل الجنة، اش قالوا عاوتاني بلسان حالهم؟ شنو قالوا عن الدنيا؟ قالوا عنها طليقات أبينا لا نوليك ولا تولينا. اللي بغيت نقول في هذا الفيديو، يا أيها الأب، كي مع وليداتك عندك والله ما كذا، خاول فانية فانية بدايتها، البداية ديال الدنيا بكاء، كي كتخرج انت وع وز 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 وز، كي كتخرج من بطن دمك البداية ديالها بكاء، والوسط ديالها الشقاء، راحناك بحال الحمير، خدم في الصباح خدم في العشية ونزيدو في السوايع، ما عندناش المشكل، أراها الأورو، أراها الدرهم، ما نعسو ما والو، احنا ما تخممش الجانب ديال الدنيا يا جميل، ما توصيناش يا صاحبي، نوليو حمير ونوليو حيوانات، ما عندناش المشكل. اما الجانب ديال الدين، حتى نتوما تبقى تقولوا لنا كلشي حرمتوه، كلشي شددتوه، كلشي، ومع العلم ربي قال في القران وما خلقت الجن والانس، علاش ايش ايش ياش الا ليعبدون، بشهاده ربي العالمين، ربي وجدك في الدنيا للعباده ماشي للماكله والشراب والخدمه، هادو فقط كما قال العلماء ديالنا الله يجزيهم بخير، ضروريه الحياه باش يمشي لنا الدين، لابد من عملوه. هذا لقيمات كما قال النبي، لقيمات يقيمنا بها صلبه هذا الانسان، هذا الادمي، لقيمات كافي انك، لكن احنا اليوم الكماليات كاننا سنخلد هنا في هذه الدنيا اللي تنحرنا عليها واعطينا الضق وزيرنا الصمته، كيف ما كنقول دائما في كلامي، الايمان ديالنا والايمان الصحابه متساويان، متساويان الايمان ديالنا، احنا اللي كانت عايشوا في هذا الزمان ديال السوبر ديال قله الحياه وديال الفسق والفجور والعصيان، الايمان ديالنا طبق الاصل مع الايمان الصحابه، فقط اصحاب النبي، التلاميذ سيدنا النبي اللي كونهم سيدنا النبي، خدموا الدين، ونحن نخدم من اجل الفانيه، الوليدات كنخدموا من وجه الوليدات، ربي قال لك وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، كلام ربي هذا نجمع لكم نطويك، ربي قال كذلك وقال الحق، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، كمل الفقي كمل، عدوا لكم فاحذروهم، رد بالك ولادك اللي ما عندهمش العقيده، عقيده اهل السنه والجماعه،
عقيدة الأنبياء والمرسلين. عندك ما تكونش منهجية عند وليداتك سالمة. ردوا بالكم ونتعلموا ونذكروا نفسنا بهذا الكلام عن حب الآخرة وعن حب الموت عن لقاء الله، ونخليوا شوية الدنيا اللور بركة في من جلسوا وأولادي عملوا وأولادي وصلوا وأولادي كذا كيحكي وسادتنا أو مشاهدينا الكرام. وبهذه القصة نختم كلامي. قال لك شي ناس في شي مجلس وشي واحد كيفوح عليهم، أنا ولدي عندي في كذا وولدي عندي في كذا، وواحد خرج ليها فقي، ولكن أنا ما كنعترفش بهذاك الفقي اللي كيمشي يقرأ على الموتى. هذاك ماشي فقي، هذاك جاهل، هذاك مبتدع، هذاك ضال، والمآل ديالو إلى النار إلى مات على ذاك الحال. النبي رسول رب العالمين الذي كان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام قال: وكل ضلالة في النار. إياكم ومحدثة الأمور. هؤلاء الجهلاء، هؤلاء المبتدعون باسم فقهاء كيمشيوا ويقرأوا القرآن على الموتى، هو مع العلم بأن هذا القرآن اللي قال فيه رب العالمين على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن ما بقيناش كنحطوه في المكانة ديالو، القرآن ما بقيناش كنعملوا بالقواعد اللي فيه، القرآن جعلناه للمسابقات. أنا الحمد لله الراجل خارج بالموسطاج ديالو كيتكلم بالحشمة بالأحياء وفي الإعلام. الحمد لله بنتي ختمت القرآن ومشات تقرأ في ماليزيا في المسابقة في ماليزيا، ورا أنت ماشي راجل، ورا الناس اللي عندها الدين ومتشبتة بدينها راه تضحك عليك، راه أنت ما فيكش قمة الريحة ديال الرجال. أنا بنتي الحمد لله تخرجت وحفظت القرآن الكريم ومشات عندها واحد المسابقة، أعوذ بالله، صافي القرآن كتخدموه للمسابقات. القرآن هو افعل لا تفعل، الأوامر واجتناب النواهي. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام أن يجعلني وإياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما قلت لكم حتى لا أنسى، الناس اليوم تفتخر بالفاني وبالخاوي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكلام دربي هذا، لكن احنا دابا عظمنا الفاني بالباقي. انا ولادي عندي واحد في هذيك وواحد في هذيك، واحد تمشي في الطياره باش تمشي ديك الدوله، وواحد خرج ليها فقي حافظ القران. فقي اهل الله وخاصته، كيشكون هما استغناء عن الناس، مستغني على داكشي اللي عند الناس، مستغني على البدع والبيع والشراء بكلام الله والفتحات وهذه الصداقة وهذا الله يجعلها طريق الجنة. هذا ما في قيمة تلعب، هذا ما عرفش حقيقة قول المولى سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا والله ما استوعب قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا ما استوعب قول الله سبحانه وتعالى على لسان هذا الشيطان اللعين اللي خوفنا ونوضينا تشاش في العقول ديالنا: الشيطان يعيدكم الفقر. يا الناس والمسلمين، هذه البلبلة اللي نايضة كاملة وهذا الخبز، ومن العجيب ومن الغريب الخبز ذكرت في القرآن الكريم في موطن واحد وفي حلامة ماشي في اليقظة، في حلامة ماشي في اليقظة. لو كنا نتوكل على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. اليوم كنشاهد أنا في المجتمع ديالنا، يمكن لكم انتم ما كتشوفوش، انتم عوار، أنا كنشوف في المجتمع ديالنا حتى البنيته عندها 16 عام صيفطوها لطنجة تخدم، وبنتها صاحبي عندها 16 عام طلقها من يدك. البنيته عندها 16 عام كاريه قال لك وعامله التاويل وكتصيفط لهم الراكه. البنيته عندها 16 عام صيفطوها، البنت خدامه، المراه خدامه، الاب خدام، الولد خدام، ومع ذلك هالجفاف والجوع والنوع والبكاء بلا دموع. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الكلمه تصيب اذانا صاغيه وقلوبا واعيه. اقول ما سمعتم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعيدها ثانيه: الله عسى أن تترسخ في الأذهان.
يا دنيا غوري غيري إني بثتك الثلاثة. مع السلامة. متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.